على كلام عادل الله ان المصير واحد، نهايتنا كلنا القبر. انا فقدت اعز الناس لي واللي عشت معهم، جدي وجدتي، اسال الله ان يرحمهم ويسكنهم فسيح جنات. وعلى موضوع الموت يا شيخ، كذلك اخويي توفى من فتره، كان يعني اقرب الناس لي وكان مثل اخواني، توفى في حادث، اسال الله ان يرحمه. امين، الله يغفر له. وغيابه اثر فيني، وتذكرت ابيات على هالموضوع اللي يقول ارقاب منكسه والحا تقطر دموع، والحزن خيم على امه محمد كلها، يوم صلينا عليه الصلاه بلا ركوع كاني مصلي على امه محمد كلها. واسال الله انه يرحم موتانا جميع ويجمعنا بهم في جنان النعيم. وبتبرع بسهم في الوقف لجدتي، بنيه جدتي وجدي وصاحبي وكل ميت، واسال الله انه يرحمهم ويجمعنا بهم في جنان النعيم. الله يجزاه خير، الله يجزاه خير، الله يرحمهم ويثيبك.